it's raining. Yeah, it's fine, yeah. Whenever you want to ask me that. Yeah. So you said it was Paradise Square before it called. Yeah, so in the past, before I come to Raqqa, it was like called Paradise Square. But then like ISIS turned it to Hell Square. They used to like behead the people and hang the heads in this square. So this square like had a very bad picture in people's mind. After the liberation of Raqqa, now like the local council here, they are building it newly. They want to make a beautiful square and forget the old square. I see. シリア北部の町ラッカ。2014年初頭から IS、いわゆる過激派勢力イスラム国の支配下にありましたが、2017年9月、クルド人を主体とするシリア民主軍によって解放されました。アメリカの主導する有志連合軍の空爆による破壊の爪痕も生々しく、IS が残した未使用の弾薬や仕掛け爆弾も相次いで見つかっています。هلا قبل المجيء داعش للمدينة كيف كانت حياتهم؟ طبيعية طبيعية وكلنا بيوم هاي كنت موظف الكهرباء يعني وضعنا كلنا ملوك ملوك كلنا يعني كانت حياة طبيعية مبسوطين وألفة بين الناس وتقارب وروحات وتجارب يعني تصور أنا كل أسبوع أروح لحلب سيارة أتفسح وأرجع كل أسبوع يعني During the Daesh control داعش ظلم ظلم داعش ظلم يعني انا هون شفت تقطيع روس لما فتحوا رزق هاي كمان بعد برندا الاقي روس معلقه هون الله رحنا عليه قلنا يا اخي طيب في عندنا اطفال يعني تفتح بالليل اشباح يا اخي طيب في روس مقطعه اجى واحد سعودي قال والله لو النظام حاطه بتحكي الحكي هذا هزمنا بدك تيجي عبونا هلا الشيء الاصعب لك خلال فتره داعش هون شو كان؟ كفت الدور كمان كان يقطعوا روس هي اصعب لك يعني كان صار عندنا عبد نفسيه بدي تشوف الطياره تطلع بالارض لا 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 صار 50 مرة الغام هنيك مكان ما فرزيت خيين وعندك إطلالة حلوة على السطح إذا تطلع على السطح كانت بركة البراندة والأرجيلة ايه عمرو 75 سنة أخوه طالع على المنة دوار البانوراما على الطيار مسكوا قدام مرته وابنه لا نزلوا الهونداي حطوا مسدس براسه طخ رتعش أبوه يعني ما قلنا شيء مشهود عليه شهود صار ظلم كثير على دور داعش ما هو يعني كنا نقف على البراندة بركة من العمر かつての穏やかな日常の記憶を語ってくれたバシールさん。同時に IS 占領下の過酷な日々も常に脳裏に蘇ってくるといいます。バシールさんは私たちにぽつりとつぶやきました。誰かこの記憶を消してくれないかと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。